السلام عليكم. اسمحوا لي في البداية أن أشكر المنظمين لهذا المؤتمر الذي أتاح لنا الجلوس مع قامات عربية ودولية حول قضية مهمة جدا. أكبر التغيرات التي حدثت في القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين هو تغيير المفاهيم بين الدول وفي داخل الدولة الواحدة، ما بين الدول بتشكيل هيئة الأمم المتحدة ومنظوماتها التي أصبحت أساس ما بين العلاقة ما بين الدول. لم تعد تقبل الدكتاتورية بأي أشكالها، سواء كانت أشكالها دينية أو طائفية أو عرقية، وما عادت تقبل أن هناك يكون تغول على القانون الدولي بأي اسم من الأسماء. نحن نعتقد أن الإبقاء على الاحتلال الإسرائيلي والصراع في هذه المنطقة أعطى كثير من الدول التي فعليا تمارس الدكتاتورية سواء بأشكالها المختلفة أم الأحزاب السياسية التي تمارس الإرهاب المبرر في الوجود والبقاء وبتصدير أزماتها. وأنا أعتقد أن وجود النظام الإيراني الموجود في إيران عامل مساعد في تغيير أو تعطيل الحلول باتجاه القضية الفلسطينية، ولا ننسى دوره في حالة الانقسام وتعزيزه للانقسام الذي كان في الداخل الفلسطيني. ولهذا أنا هنا وكفلسطينية تبحث عن حق الإنسان كمبدأ أساس وتؤمن به، وكفلسطينية تسعى إلى دولة مدنية فيها الديمقراطية والتعددية السياسية، علينا أن نعمل جميعا من أجل حل هذه الأزمات، ومن أجل أن تحل أيضا النظام وينتهي النظام الفاشي الموجود في إيران. علينا أن نحل القضية الفلسطينية، وعلينا أن نقيم الدولة الفلسطينية. كفى النظر بازدواجية المعايير إلى ما يجري على الأرض. آن الأوان أن نتعامل جميعا بمفهوم إنساني عميق قائم على ما هو مشترك بيننا كبشر، أن المفاهيم والقيم الإنسانية أكبر من كل المفاهيم والقيم الصغيرة التي نحاول أن نتمركز عليها، وبتعميق مفاهيم الإنسانية سنصل إلى عالم أفضل للجميع، عالم يعم فيه السلم والسلام ويعم فيه الخير للبشرية. نعم من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، نعم من أجل إزالة نظام الفاشي الموجود في إيران، نعم من أجل محاربة كل أشكال الإرهاب وكل المنظمات الإرهابية، ونعم أيضا لتعزيز قيم القانون الدولي. وعلينا جميعا مسؤولية كبيرة، وشكرا.